اهلا ومرحبا بكم في الحصاد، نقدمه لكم من قناتكم شوف تيفي. البداية ستكون بالعناوين. حزب الاستقلال يشيد بقرار المحكمة الابتدائية بالقنيطرة. حزب الاستقلال يحقق فوزا كاسحا في انتخابات غرفة الصناعة التقليدية بالعيون. الزاكي يكشف عن لائحته الأولية لمواجهة ساو تومي. البداية ستكون من مدينة القنيطرة، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية مساء أمس الاثنين حكمها النهائي في قضية الطعن الذي تقدمت به لائحة حزب الاستقلال المرشحة لخوض الانتخابات الجماعية المقبلة لأجل إلغاء قرار السلطة الإدارية في شخص باشا مدينة القنيطرة القاضي برفض اللائحة. لنستمع لعبد الله الورشي وصف لائحة حزب الاستقلال بالقنيطرة. بالأمس أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة حكمها في بخصوص عن الذي تقدم به وكيل لائحة حزب الاستقلال بمدينة القنيطرة. طبعا بالنسبة لنا في حزب الاستقلال نعتبر أن قرار المحكمة بقبول الطعن الذي تقدم به كان طبيعيا لإيماننا بعدالة القضية. المحكمة وضحت حيثيات ديال القرار أن الأخ لائحة محمد سلموس ووصفه باللائحة عبد الله الواتي نفس ما كان عليهما من أحكام، واستنفاد الانتدابين المدتين الانتدابين المتتاليين، بل أكثر من ذلك أنهما استنفادا 6 انتدابات متوالية. وبالتالي المحكمة حكمت ابتدائيا حضوريا ونهائيا بشكل قاطع بقبول الطعن، لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون، وحكمت بقبول ترشح هذه اللائحة لانتخاب عضوية مجلس الجماعي بالقنيطرة التي ستجري الاقتراع بشأنها يوم 4/9/2005 مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك وتحميل الخزينة العامة بالصائر وبتبليغ هذا الحكم للطاعنين وإلى الجهة المكلفة بتلقي ترشيحات. إذن هذا هو المنطوق ديال الحكم. بالنسبة لنا كما قلت في حزب الاستقلال هو حكم طبيعي وعادي وعادل، جاء لينصف هذين المناضلين وليرجع الأمور إلى نصابها بعد أن أقام مسؤولو الحزب الحاكم بالمدينة الدنيا ولم يصعدوها كذبا وقسما، حيث كانوا يقسمون بأغراض الأيمان في اجتماعاتهم وتجمعاتهم في إطار الحملة الانتخابية السابقة لأوانها التي كان يقوم بها زعيمهم بمدينة القنيطرة وزير التجهيز، والذي سيجد اليوم نفسه في مأزق أمام المواطنين الذين أكد لهم أن هذا الحكم لن يكون إلا برفض هذه اللائحة، ملمحا في أحيان متعددة إلى سلطتهم على وزارة العدل. وعلى العكس من ذلك الاستقلاليون كانوا متمتعين بثقة وفي موقفهم معتمدين في ذلك على الأحكام التي صدرت بكل من تازة وتارودانس، ومؤمنين أنه رغم وجود وزير العدل ينتمي للعدالة والتنمية فإن هناك قضاة نزهاء يقدمون مسؤوليتهم. إذن قلت هذا هو الذي الأجواء اللي مر فيها هاد اليومين من بالأخذ والرد وواحد الأجواء مشحونة بمدينة القنيطرة، أعطت الاستقلاليين واحد نفس قوي وإيمان قوي وجعلتهم أنهم يعتبروا أن هذا جزء من المعركة وليست المعركة كلها، ولذلك فهم اليوم مجندون أكثر من أي وقت مضى لسير في المعركة إلى آخر مساء إلى آخر مداها من أجل
غادي نقولوا تحرير مدينه القنيطره ان صح هذا التعبير، وان كان هو تعبير مجازي ليس الا. اذا هذا باختصار شديد اليوم يمكن ان نقولوا ان جميع الاستقلاليين ملتفين كلمه واحده كرجل واحد لخوض هذه المعركه الانتخابيه، والايام المقبله ستبين مدى استعداديه المناضلين وجاهزيتهم لهذه المعركه. وفي خبر اخر، تمكن حزب الاستقلال اليوم الثلاثاء من تحقيق فوز كاسح في انتخابات المكتب الجديد لغرفه الصناعه التقليديه لجهه العيون الصقيه الحمراء. فبعد جلسه استمرت ازيد من ساعتين تم انتخاب مكتب جديد لغرفه الصناعه التقليديه لجهه العيون الصقيه الحمراء، وكما كان منتظرا جاء المكتب استقلاليا بالكامل عبر تشكيله شابه متجانسه تضم ممثلي كل مدن الجهه. وفي الخبر الرياضي، كشف باد الزاكي الناخب الوطني عن لائحته الأولية للمنتخب المغربي، والتي ستتقلص إلى 25 لاعبا تحضيرا لمباراته ضد ساو تومي برسم إقصائيات كأس أمم إفريقيا المقامة بالغابون. ولعل أبرز مفاجأة للائحة هو وجود محمد بولديني لاعب الرجاء. إلى هنا نأتي إلى نهاية الحصاد، دمتم في رعاية الله. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هاد لو بوطون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.